معانا تهنئة ومداخلة خاصة من الإعلامي الأستاذ أحمد موسى. نقول صباح الخير وألف ألف مبروك يا أستاذ أحمد. كابتن أيمن شوقي، أولا مبروك، وكابتن أسامة حسني، أسامة حسني، أسامة عرابي، كابتن بلال، كابتن علاء ميهوب، والكابتن ناصر عباس، مبروك النادي الأهلي. وطبعا أولا بشكركم، عاملين ليلة جميلة جدا جدا جدا. الله أنا يخليك، خلصت وجيت عمال أتابعكم، طبعا ربنا يخليك. أتابع كازابلانكا والأغاني الجميلة اللي أنتم عمالين يعني ما شاء الله شغالين عليها، وكل النجوم جايب لنا طبعا احتفالات فرقتنا وأبطالنا اللي عملوه النهارده. هو ده الطبيعي، هو ده النادي الأهلي، لازم نبقى عارفين كده. أنتوا قدوة، وكمان مصر كلها النهارده، ميزة الاحتفال النهارده البلد كلها كانت عايزة تفرح، الحمد الناس لله رب كلها في العالمين. الشوارع لحد دلوقتي. أنا عايز أقول لك كابتن أيمن، المراسلين بتوعنا موجودين في كل حته، عمالين يبعتوا لي فيديوهات كل شويه. مش عايز اقول لك، بسم الله ما شاء الله، هو ده النادي الاهلي، الحمد نادي لله رب القاره، العالمين. نادي القاره. فرحة طاغية زي ما قلت حضرتك بالظبط، ولكن هو ده النادي الأهلي، هو النادي الأهلي هو اللي بيفرح شعب مصر. هو اقول لك مصر كلها فرحانه، العالم العربي كله فرحان. انا ليا اصدقاء كتير في الدول العربيه عمالين يبعتوا لي تهاني، ومش عايز اقول لك طبعا ما شاء الله. بس ارجوكم، النبي الكابتن ناصر عباس، الحكم ده كان بيحكم، كان فعلا شايف الماتش. الحكم اللي كان بيحكم النهارده ده، ايوه هل فعلا الماتش بالنسبه له كان ماتش هو شرب شاي بالياسمين فعلا؟ لا الحمد لله، الحمد لله. المهم ان احنا في النهايه هو ما عندوش فكره، ربنا هو نصرنا ما عندوش الحمد فكره، لله. صعب اعصابني يا راجل. لا هو ما كانش معلش موجود اصلا يا كابتن. مفيش حكم كده الحمد لله يعني، رب العالمين. لكن ربنا كرمنا انه عندنا بجد رجاله، وعندنا ابطال، وعندنا مدير فني محترم، كولر، صحيح. مدير محترم. ورأ مبروك الاستاذ محمود الخطيب، مجلس الحمد لله. اداره النادي الاهلي، كل ابطال النادي الاهلي، وارجعوا لنا يا رب بالسلامه، ولكم كل التحيه. ألف ألف مبروك، متشكرين جدا، ألف ألف شكر يا أستاذ أحمد. شكرا كابتن ايمن، العفو يا فندم، العفو.